اسم مها الصغير مرتبط بثلاثة أشياء، هي باك ديزاينر، بنت الهير ستايلست محمد الصغير، وأيضا زوجة أحمد السقا. بس هلأ صار عندها شيء جديد تحكي عنه بعد تجربتها الأولى بالتقديم، لأنه هلأ بتقدم برنامج انترتينمنت بدأ عرضه بمصر. وبهالبرنامج شيرين عرفة ودينا حوايدق بشاركوها التقديم، وفي جزء منه بيتعلق بالموضة بما أنه هيدا هو اهتمام الأول. رانا يمكن هالخطوة كمان أجت متأخرة، وهي خبرت تريندينج ليش قررت تدخل بهالمجال وبهالتوقيت. هو من زمان أنا كان نفسي أعمل حاجة كده، بس ظروفي ما كانتش تسمح، عندي ولاد. والفكرة انعرضت عليا من شيرين عرفة يلي معها بنفس البرنامج، وهي وافقت فورا، خاصة إنه فكرة البرنامج إلى علاقة بالفاشن. ما ترددتش لأ خالص، بس كنت عايزة أفهم هنعمل إيه، عارفة اللي هو أنا معاكي، وأنا بس عايزة أعرف كنت هنعمل إيه. ولما لقيت إن الفكرة حاجة ليها دعوة بالإنترتينمنت والفن والفاشن، وافقت على طول يعني. فهي انعرفت من 2010 كباك ديزاينر، وقدرت الكولكشنز يلي قدمتها من وقتها إنها تاخد سكسس بالتصاميم غريبة وترندي. كان نفسي أعمل حاجة موجودة الماتيريال هنا في البلد، وتبقى حاجة فيها أرت، يعني فيها فن شوية أرتستيك، يعني مش الشنطة التقليدية اللي هو شنطة جلد ما فيهاش حاجة، لأ يبقى فيها رسم، يبقى فيها تطريز بشكل معين. ومنشان هيك لبسوا من عندها الكثير من النجمات. غدا عادل لبس من عندي كثير، زينة، منى، زكي، ياسمين رئيس. ومثل ما نجحت بالفاشن كمان قدرت تنجح بالبيت بتشجيع اولادها يلي عندهم مواهب فنية كمان. كلهم ارتستيك قوي، يعني بنتي صوتها حلو قوي، بتغني حلو جدا نادية، وبترسم حلو جدا برضو، هي بترسم زيي انا برسم كويس. اما ابن ياسين فبيحب التمثيل، ومشروعه بالمستقبل انه يكون نجم مثل بيو. هو عايز يدرس سينما، يعني إخراج وتمثيل، وأنا بشجعه جدا. يتعرض كذا حاجة، بس هو كان عشان هو لسه في المدرسة، فدايما كان بيحصل كونفليكت، عارفة يعني مثلا يبقى مثلا عنده امتحانات أو عنده مذاكرة أو، فما كانش بينفع بصراحة. وغير هيك منشوفه كتير أكتف على الإنستغرام، ولكن نشره لبعض البوست خلت الأخبار تحكي عن إصابته بحالة اكتئاب. هو مفهوش حاجة، هو كويس على طول الحمد لله يا رب، هو كويس. هو ما عندوش ديبريشن، از يعني زي ما بيقول مثلا ديبريشن اكتئاب وعدى بمرض وبيتعالج، لا هو جاله فترة اتضايق فيها شوية ممكن زيادة، بس عدت الحمد لله على طول. وهالصعوبات يلي عم تحكي عنها صارت معه بالمدرسة، فقرر يطلق هو برفقاته حملة فيل لتحفيز الشباب. زي شباب زي دي بيعدوا بأي صعوبات، ان ما يروحوش لطرق بقى تانية، بقى مخدرات ولا عارفة ازاي، يحولوها لشكل بوزيتيف او ايجابي.